القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقا كل آن. فيض الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير. فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان. هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود. نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. فيض الجمال وكل آيات الهدى. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من تعلم وعلم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لطائف قرآنية برنامج رقيق برقة لطائفه، جميل بجميل معانيه، عذب بعذوبة ألفاظه، ولم لا ونحن نطوف معا في بستان التفسير اليانع الماتع لنلتقط منه أرق اللطائف وأدق الإشارات من كلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا جزاهم الله عنا خيرا. ونحن الليلة على موعد مع لطيفة لطيفة ومع معان رقيقة ومع إشارات دقيقة. أستهلها بسؤال: لماذا ذكر الحق تبارك وتعالى كلمة بعوضة، بعوضة بالتأنيث والتنكير، ولم يقل بعوضا كما قال سبحانه ذبابا في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية، لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى في هذا الموضع من سورة البقرة بعوضة
ولم يقل بعوضا، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولم يقل بعوضا فما فوقه. تدبروا اللطيفة لتعلموا يقينا أن القرآن كلام الله جل جلاله، وأن مصدرية القرآن دليل إعجازه، إذ لم تكتشف البشرية هذه اللطيفة الدقيقة والمعنى البديع والمعجز إلا منذ سنوات قليلة فقط. إذ اكتشفت البشرية عبر علمائها المتخصصين في أوائل القرن العشرين أن أنثى البعوض فقط، أن أنثى البعوض يعني البعوضة، أنثى البعوض فقط هي التي تعيش على دماء الإنسان والحيوان، أما ذكر البعوض فيعيش فقط على رحيق الأزهار. لذا قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما تشكله البعوضة أي أنثى البعوض من خطر على البشرية أمر لم تتعرف عليه البشرية إلا في السنوات الماضية. فأنثى البعوض فالبعوضة لا يستهان بها أبدا على صحة الإنسان والحيوان. ليه؟ أنثى البعوض تعيش على الدماء، على دماء الإنسان والحيوان على السواء، وبسبب ذلك تنقل البعوضة أمراضا خطيرة كمرض الملاريا والحمى الصفراء والحمى الدماغية والحمى الشوكية وأمراض ضعف المناعة، كل هذا تنقله أنثى البعوض البعوضة فقط من خلال امتصاصها لدماء الإنسان والحيوان. ولازالت البشرية يا إخواني ويا أخواتي مع ما وصلت إليه من علم دقيق ومذهل، لازالت تقف إلى الآن عاجزة أمام هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة التي ضرب الله بها المثل مصدرا ذلك بقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اكتشف العلماء أن مرض الملاريا الذي تسببه البعوضة يصيب أكثر من 270 مليونا من البشر في الكوكب الأرضي. الملاريا بتصيب أكثر من 270 مليونا، يموت منهم كل عام ما يقرب من 2 مليونا بسبب البعوضة، أنثى البعوض. واكتشفوا أن الملاريا تعد من أكثر الأمراض انتشارا في الأرض كلها. أما عن خلق البعوضة فذاك أمر شرحه يطول، ذاك أمر تذهل له العقول، والله الذي لا إله غيره لو قدمت لحضراتكم بعض المعاني ولا أقول كل المعاني التي وقفت عليها من كلام علمائنا المتخصصين في خلق البعوضة، والله لعجبتم عجبا شديدا ولتيقنتم أن كل لفظة في القرآن الكريم تثبت بما لا يدع مجالا للريب ولا أقول للشك
للريب، لأن الريب شك مع تهمة، لأن الريب شك مع تهمة. لذا قال الله في أول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولم يقل لا شك فيه، فالريب شك مع تهمة. أقول كل كلمة تؤكد بلا ريب أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. نعم، تريدون أن تقفوا على بعض الحقائق العلمية في خلق البعوضة؟ نتعرف على ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. جمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير، فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان، هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود، نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقاً.